ده 3 سنين، 3 سنين لجلس جامعة غنفرة منها. جالي أنا ولد مزني من عمره ما يفرق. دي ساو ليس كان نوض الفجار وليس كان نوض الصباح بشي الجامع الكبير كان صلي فيه وكان دير ساعتين ديال لاماش وكان جاي لنا عادية. وليس كان تحرك كان شقال لأنني مدة 16 عام والأكثر هي ناسة. مركز الهامي الشيمي أعشاب دياله طبيعية مزيانة للبدات لأي حاجة مزيانة لها. كنت نهرب كنت نخلي زوج بوحدة قمت نمشي. أشهر وسيمانة أنا تشافيت الحمد لله. أنا مني كنت شافة وكنصلي وركع كندعي له دائما يكون من أهل جنة الفردوس. أنا ما خليت فيه الجري، ما خليت طبيب، ما خليت فقيه، ما خليت فيه الجري. بلو النتيجة هذه قلت لك هذه 23 سنة ولا 22 سنة ما قلت عرفت بالضبط جريت ما خليتش. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مشاهدي قناة الحقيقة أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ولا تيأسوا. حلقتنا لنهار اليوم انتقل فيها طاقم البرنامج إلى مدينة القنيطرة ليلاقي حالة تشافت بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل أيضا المكملات الغذائية لمراكز الدكتور الهاشمي. اليوم نستضيف السيدة وهناش ليلى. سيدة وهناش مرحبا بك. مرحبا. لاباس عليك كلشي بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. كي دايرين مع هذا الجو هذا؟ كي دايره قنيطره؟ مزيان. كلشي مزيان؟ الحمد لله مزيان. الحمد لله. الى نبغيو نعرفوا يعني كيفاش كانت البدايه ديالك مع المرض؟ وشنو المرض ديالك اللي كان عندك بالضبط؟ كان عندي البروده في الدم ودرت تحليلات ولقيت عندي البروده في الدم وكان دايره ليا حساسيه وكنت كنعطس بزاف وكنحك نيفي من الداخل وعينيا كياكلوني والحلق ديالي كياكلني وكانت مأطره لي على ركابي مفاصل وداك الشيء وصافي هذا الشيء وكان كيضرني راسي بزاف. يعني قلتي لي انك درتي تحليلات يعني مشيتي شفتي اطباء وشفتي مشيت عند واحد الدكتور هو اللي عطاني التحليلات ودرت تقريبا. هذا الطبيب شنو قال لك؟ اللي عندك البروده في الدم. امتى هادشي تقريبا وقتاش؟ شي وقال 2005 بحال هكا. من 2005 تقريبا. في هذه الفترة هذه من 2005 يعني الحدود معرفتك المراكز أو العلم ديالك بمراكز الدكتور الهاشمي، كيفاش كانت المعاناة ديالك مع المرض؟ كان دائما راسي كيضرني وعينيا تياكلوني وكنعطس بزاف وركابيا كيضروني كيتنفخوا ودائما كنت مريضة وكيضروني كتافي. تقريبا شحال من طبيب شفتي؟ كنت كنمشي عند الأطباء ولكن واحد اللي عطاني تحليلات عليه عرفت راه عندي البرودة. واش كانوا تقريبا كاملين كيقولوا لك عطوك نفس الرأي يعني كيقول لك راه عندك البريد؟ ما فكرتيش يعني تلتجئي لشي طب بديل مثلا في ديك الفترة؟ مشيت عند واحد الدكتور ديال الأعشاب سطات وخديت واحد الأعشاب ودرت تحليل ووليت مزيان وعاود رجع لي عاوتاني من جديد حتى لهذا العام. هذا العام جيت أنا أصلا ما كنعيش هنا، جيت لقيت الوالدة كدير هاد الأعشاب ديال الشيخ محمد الهاشمي. وانا نقول لها علاش ما نهضرش علاش ما تشوفيش ليا معاهم؟ هي هذيك مسات وهضرت معاهم وداكشي وقالوا لها واخا وجابت لي الجرعه الاولى. هي هذيك جابتها ليا درتها الجرعه الاولى حسيت براسي مزيان دابا الحمد لله ما بقات فيا حتى شي حاجه. يعني الام ديالك كانت قبل منك تناول؟ هي هي كانت دارت الجرعه الاولى وعاد جيت انا لقيتها دارت الجرعه الاولى الجرعه الثانيه عليها فاش مشات عندهم وعطاوها الدواء ديالي انا. الجرعه الاولى اللي خديت انا. واخا نتحدثوا مع الام ديال ليلى. مرحبا بك اولا. السلام عليكم. يعني كيفاش حتى انت حتى تعرفتي على مراكز الدكتور الهاشمي؟ انا كنتفرج في الحقيقه. كتفرجي فيها ديما؟ كنشوف الناس كيتشافوا بزاف وقلت غنجرب على الله. كنت مشيت انا كنت زحفت بهذه الرجل هذه هذا العام في شهر 11 ما بقيتش نوض بها. مشيت عند واحد الدكتور كنت قبل مشيت انا وياها عنده انا وليلى عنده السطات عطانا الاعشاب. ولينا شويه ولكن هذا العام مشيت عنده وليت كنتمشى زعما انا الحريق ديال الرجل والظهر وداك الشيء بقى ليا ما تحيدتش وعييت بالاطباء واخا تعطوني لي بالي وداك الشيء ما دار ليا والو. وقلت غنمشي على الله على الهاشمي ومشيت. دابا انا مازال متبعه شويه نحمد الله بقيت نتمشى ولكن الحريق مازال شويه مازال متبعه. يعني مازال متبعه الجروح ديالك؟ مازال دابا الرابعه اللي جبت الحمد لله شوية. الامور كتحسن واخا تيجدني الحريق تيفوتني وانا مازال متبعه الله سبحانه وتعالى هو الشافي حنا غير كنسبوا الحمد لله اللهم لك الحمد. ليلى يعني نبغيو نعرفوا من اللي خديتي اول جرعه يعني اتصلتي بالمراكز ديال الدكتور الهاشمي توصلتي باول جرعه من جرعات يعني المكملات الغذائيه شنو الاحساس اللي كان عندك؟ واش بديتي كتحسي يعني في المرض؟ في الاول بديت كنحس مزيان ما بقاش كيضرني راسي خديت الزيوت بقيت كندير الزيت لراسي لنيفي لركابي ديالي المفاصل
ما بقاش كيضرني راسي، وليت كنحس براسي تحسنت مزيان، وفما جيت نسالي الجرعه حتى وليت مزيان. دابا الحمد لله ما كنحس بشي حاجه. تقريبا شحال ديال الوقت وانت كتناولي؟ تقريبا شهر. يعني مده ديال من 2005 حتى لهاد الفتره، وانت يعني انت كتعاني من المرض. اه. وفي غضون شهر واحد يعني خديتي الجرعات وليت مزيان. اه الحمد لله. الحمد لله وليت مزيان. ما بقيت لا كنعطس، ما كنحك لا عينيا لا نيفي، راسي ما بقاش يضرني بزاف، ركابيه مزيان، كانوا دائما منفوخين. ملي درت دوك الزيوت وداك الشيء الحمد لله مزيان. يعني نرجع لمعك الفتره ديال المرض، يعني شنو الاعراض اللي كانوا عندك بالضبط في ديك الفتره، يعني من 2005 للحدود يعني تعرفتي لك على مراكز الهشيم؟ كان كيضرني راسي وركابيه كيتنفخوا بزاف، وكنحس بمفاصلي كيبقاو يضروني، كيعطوني واحد الالم. هذا الشيء اللي كاين. وصافي ملي درت هذه الجرعه وليت مزيان، ودائما مروحه، دائما فيا الرواح. دابا الحمد لله. يعني الحمد لله ملي تناولتي الجرعات اللي كتقدمها المراكز ديال الدكتور الهاشمي الحمد لله. خديت الجرعه الاولى ديال الهاشمي وليت مزيان. يعني جرعه واحده فقط كانت كافيه؟ غير جرعه واحده. باقي عندي الزيت ما كملتوش. نعم شنو قلتي الحاجه؟ قلت لك النيف ديال هذاك الزويط اللي كيدهن بهني فمازال منه ما كملتش. يعني مازال ما كملتش حتى الجرعه ديالها؟ لا باقي شويه، شويه منها زعما. واحد الزيت ديال النيف مازال ما كملتوش. والحمد لله يعني مزيان. حاليا كتحسي براسك يعني مزيان؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني كاين شي ناس اللي ربما كاين بعض الاشخاص اللي كيتخوفوا من الاتصال بمراكز الهاشمي، كاين يعني بعض الاشخاص كيتخوفوا حتى من الاعشاب، يعني شنو يمكن لك تقولي لهم؟ يعني انت عندك تجربه، يعني بحكم انك جربتي الجرعات اللي كتقدمها يعني المراكز ديال الدكتور الهاشمي، شنو يمكن لك تقولي لهم؟ نقول لهم راه هاد الاعشاب ما كيضرهم حتى شي حاجه، عادي كتديرهم لا الزيوت ولا الاعشاب اللي داك العسل وداك الشيء، ما كتحس بشي حاجه عادي، يعني بلا ما يخافوا منهم مزيان. يعني هي فقط مسائل اللي هي طبيعيه 100%. اه ما كتحس بشي حاجه ملي كديرهم. ما كنت عندهم حتى شي اعراض حتى شي؟ ابدا. مزيان الحمد لله. بالنسبه للحساسيه الحمد لله وليت مزيان، اللهم لك الحمد. نهضروا مع الام ديالك، يعني مازال مكمله الجرعات اللي كتاخذي؟ اه مازال، طبعا الرابعه عاد بديتها ان شاء الله. مازال مكملها؟ دابا شويه بعد الخطره كنقول ما بقى فيها والو، ولكن مازال خصني نتبع. حيت هي هو الاساس يعني في التناول ديال الجرعات هو الاستمراريه. انا ما هزتش قليل ديال البرد، انا هذه راه مازال صغيره، انا زعما وليت واخا وليت شويه عند داك العشاب الاخر، ولكن ما بريتش. انا دابا الحرق ما بقاش كيشدني بزاف، ولكن شويه بقيت كنحس بالتحسن الحمد لله. يعني دابا بفضل المكملات الغذائيه ديال الدكتور الهاشمي، الله سبحانه وتعالى، اكيد بفضل الله اولا واخيرا. بصح نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يجازيه بخير، زعما الاعشاب ديالو مزيانه ما تيضرو حتى شي حاجه. خاص بنادم يتبع داكشي اللي مكتوب على الاعشاب، ماشي بنادم بقى ياكل بالعقل ولا بقى يدير الحاجه بلا حتى اتباع الوصفه يعني كما هي. هذه مساله مهمه. صح، انا تقول لي بنتي تقاريه تتوريني هذه شحال فيها، هذه شحال فيها، هذه دهني مثلا جوج خطرات، هذه تاكلي جوج معالق. كاين واحد هذو الاعشاب اللي كيديروا مع الماء سخون. كل حاجه بقانونها، ماشي بلا بنادم ياكل حاجه بالقانون راه ما غاديش تضره. بالفعل. نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يشافي جميع المسلمين والله يجازيه بخير هذا السيد، زعما راه الله يعطيه الجنه زعما هذه الاعشاب ديالو. انا بعدا بنتي فرحت غير بالشفاء ديال بنتي اللي ولات مزيان. الحمد لله. اللهم لك الحمد. وانا كنطلب الله سبحانه وتعالى هو يجيب الشفاء لجميع المسلمين ماشي غير لينا ولدي. ان شاء الله وتعالى. يعني حتى انت بدورك الحاجه نبغيو يعني كلمه منك لدوك الناس يعني اللي ربما كيتخوفوا من تناول الاعشاب ديال المكملات الغذائيه ديال الدكتور الهاشمي. لا بالعكس، انا كليت وما دار لي حتى شي حاجه، بالعكس انا كنرتاح للاعشاب ما كنرتاح للدواء. الحمد لله ربي يجيب الشفاء. ولات هذه البنت شويه الحمد لله بحال اللي بريت انا. اللهم لك الحمد. اللي برات لي البنت بحال اللي بريت انا، كانت مسكينه دائما تسمعها دائما تتنصت ودائما. ولا شي اللي بغيت نسولك يعني المعاناه ديالك كام مع البنت ديالك ليلى كيفاش كانت في الفتره ديالك؟ دائما كتخنق بحال اللي كتخنق، ودائما الحلق ديالها وركابي والكتاف والراس خلاص الراس دائما. دابا الحمد لله مزيان. اللهم لك الحمد. انا كنت كنتسنى قلت تجي بنتي قاريه وتوري لي الاعشاب وداك الشيء، سنيتها جات عاد جبت الجرعه الاولى والثانيه، قالت لي امي شوفي لي على الله. وفاش مشيت دومانديت ديالي قلتها لها هذيك البنت اللي مقابله تما داك المركز، قالت لي واخا صافي، عطيتها الاسم وداك الشيء وجبتهم بجوج انا وياها رمضان، درنا انا وياها في رمضان، وهي مازال ما تديروش دائما والحمد لله زعما. الحمد لله. اللهم لك الحمد. ليلى استاذه ليلى نخليو لك كلمه للمشاهدي ديال قناه الحقيقه توجهها لهم، يعني بمناسبه تحكي لهم ربما على التجربه ديالك في تناولك المكملات الغذائيه ديال المراكز الهاشمي، وايضا يعني نصيحه مباشره للمتتبعي قناه الحقيقه الفضائيه. كنصحهم باش ياخذوا المكملات الغذائيه ديال الدكتور الهاشمي
لحقاش مزيانين وما عندهم شي اعراض جانبيه. الحمد لله كنباركوا لك استاذه ليلى، يعني كنباركوا لك الشفاء، وان شاء الله الام ديالك حتى انت ان شاء الله بشفاء العاجل، واكيد ان بتوالي الجرعات وبالاستمراريه ان شاء الله يكون خير باذن الله تعالى. نخلي لكم بجوج يعني كلمه توجهوها، كلمه شكر للدكتور محمد الهاشمي. الله يجازيه بخير، والله يجعل ربي يزيد في علمه ويزيد علم في علمه، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافي جميع المسلمين ان شاء الله. هو الله يجازيه بالجنه ان شاء الله ان شاء الله، حيت كيداوي الناس وتيدير هاد الاعشاب طبيعيه ما تضر حتى شي واحد. تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافينا ويشافي مرضى المسلمين كاملين اوليدي، وانتم الله يجازيكم بخير، كتمشيو عند الناس وكتساعدوا الناس، الله يجازيكم بخير. انا كنشكروا بزاف لحقاش هاد الاعشاب صراحه مخيرين والله، ما انا بعدا كنشكروا بزاف والله يجازيه بخير. اكيد انه يعني حتى مراكز الدكتور الهاشمي والدكتور الهاشمي كيشكركم يعني بهذه المناسبه، هو فرحان معكم وجميع يعني حتى الطاقم اللي جا دخل عندكم الدار وصادفتونا يعني بالكرم المعهود على المغاربه، كلنا فرحانين الحمد لله بشفاء ديال السيده ليلى. بهذه المناسبه يعني القناه وطاقم القناه ومراكز الهاشمي كتقدم لكم هديه اللي هي عباره عن جرعه تكميليه كيقدمها لكم مجموعه مراكز الدكتور الهاشمي. ومبروك عليك الشفاء ليلى، وان شاء الله بشفاء العاجل الام ديالك ان شاء الله تعالى، تبارك الله عليكم. اذا مشاهدينا الكرام كما لاحظتم السيده ليلى وهناش والام ديالها من اوفياء يعني المراكز او المكملات الغذائيه للدكتور الهاشمي. الى هنا نكون قد انهينا حلقتنا النهار اليوم، الى موعد لاحق، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.